تحياتي الى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. في هذا الاناء نضع البطاطا والتوابل، شوفي الاسود ثوم مجفف، ملح، شوف العرق، خلطوا هاد المكونات. غادي نقدمهم مع كفته ولا مع دجاج مشوي ولا كيما انا قدمتها مع دجاج. نضيف جبن مبشور، اي جبن. نحط هذه المكونات مع بعض، عندنا هذا المول مستطيل، نزيدو هاد الجبن كاك بالشوفلير والبطاطا والجبن والبيض. ها هو كيف الشوفلار، الشوفلار غليته في الماء والملح وصفيته، هزت معاه هاد الطنطلية مع الفرماج والبيض وليزيبيس، توم مجفف، فلفل أسود. الآن نزعوه من هاد المول